ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء باهيمي باتاكال بير اجتماعا حول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. حضر الاجتماع بعض أعضاء الحكومة والمسؤولين في الإيرادات المالية للخزينة العامة للدولة. خالد موسى الحاج والتفاصيل. في إطار متابعة وتقييم الأداء المالي والوضع الاقتصادي في البلاد، ترأس رئيس الوزراء باهيمي باداكالبير الاجتماع الدوري لمتابعة وتقييم الوضع المالي، والذي استعرض خلاله مع الجهات المعنية الوضع بشكل عام وكيفية سير العمل في الدوائر المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ القرارات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل لإعطاء دفعة قوية للسلطات المالية وإدارات الدخل بغية تحقيق النمو الاقتصادي، كما لاحظ المجتمعون أن هناك جهودا قد بذلت في تحصيل الضرائب، غير أنه على مستوى مصلحة الجمارك لا تزال الإيرادات منخفضة، ما دفع رئيس الوزراء باهيمي باداكالبير إلى حث المسؤولين على بذل جهود إضافية لتحقيق النتائج المرجوة. وطلب رئيس الوزراء أن تتوسع مهمة اللجنة التي أنشئت في إطار التخليص الجمركي لتشمل جميع السلع المستوردة دون استثناء، كما طالب أيضا مصلحة الجمارك بمراجعة الإعفاءات لتحديد سقف معين، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية فيينا في هذا الشأن.